نحن قلنا من ذي قبل أن الماهية من حيث هي ليست إلا هي، لا موجودة ولا معدومة، ولا صحيح، لا كاملة ولا ناقصة، لا لا ولا. واحد يقول لي غلط، هاي ماهية المرأة وهي مرأة، ماهية الساعة وهي ساعة، موجود يا سيدي موجود. نقول أنت غلطت. إحنا حين قررنا هذه القاعدة أو قاعدنا هذه القاعدة كنا نتكلم عن الماهية بالمعنى الذات الأولي ولا بالمعنى الشائع الصناعي؟ أحسن، بالمعنى الذات الأولي. وصح الماهية من حيث هي لا موجودة ولا إيه ولا معدومة، لكن من حيث الحمل الشائع الصناعي لا، الماهية لها نصيب من الوجود، لها نصيب من الوجود. جميل جدا، أعتقد أن الله وفقنا نتسلسل الآن. نأتي الآن إلى مسألة عاد مهمة جدا، ولعلكم سمعتم بها كثيرا وللأسف المواد عنها، لأنه اليوم على فكرة المصدر أكبر المعرفة صار إيه؟ النت. النت اللي أسقط رؤساء ودمر دول، النت. النت هذا الآن قليل للأسف الشديد، المواد عن أصالة الوجود قليلة جدا، وتوشك أن تكون غير واضحة. مسألة مهمة من مبتكرات الفلسفة الإسلامية، وفي الحقيقة حاز يعني قصب السبق إليها ووضعها الفيلسوف العظيم محمد بن إبراهيم الشيرازي المعروف بصدر المتألهين، ملا صدر الشيرازي، المتوفى كما قلت سابقا سنة 1050 للهجرة، منتصف القرن الحادي عشر للهجرة، يعني قبل حوالي 400 سنة إلا قليل. جميل جدا، ملا صدر الشيرازي بحث هذه المسألة وأتى فيها بالجديد. إيش مسألة أصالة الوجود وأصالة الماهية؟ في سؤال، لمن الأصالة أو لما الأصالة؟ الأصالة للوجود أو الماهية؟ هتقول لي والله فهمنا الوجود وفهمنا الماهية، الحمد لله فهمنا، عندنا الحين تصور عن الوجود وعندنا تصور عن الماهية، لكن مش فاهمين السؤال، شو لمن الأصالة يعني؟ يعني أصيل بالناس ولا إيش القصة يعني؟ ولا نغل دخيل ولا؟ لا لا لا، الأصالة باختصار هي مصطلحات لما تفهمها تصبح سهلة. انتبهوا، من هنا المثقفون عندهم نرجسية وعنجهية، ما بيحاولوش يوضحوا الأشياء للناس. أنا كان بيعجبني أستاذنا الكبير وصاحبنا وحبيبنا الدكتور مسيري، رغبة غير عادية في توضيح الأشياء للناس، والله العظيم. حتى المصطلحات الإنجليزية يكتبها بالإنجليزي وملفوظة بالعربية كتبها جنبها، يعني إكويفوكال يقول عشان تقرأها صح. يا سلام، شيء جميل. في لا، في مثقفون نخبويون نرجسيون لؤماء، مثل لؤماء المال، ما يحبش يعطي، ولما يتكلم يغمض، يتكلم لك لغة غير مفهومة، وعلى أساس فهمك أنك أنت فاهم، في الأخير أنت مش فاهم ولا حاجة، قاعد هيك مطلمس مش كويس. ليه يعني انت عايش بتفكر نفسك انت ايش اتيت بماذا يعني يا مثقف؟ ولا شيء. الاصاله، عرف الاصاله، تطلع شغله سهله ومن ابسط ما يكون نفهمها، ونفهم عليك. الاصاله، ما معنى الاصاله؟ باختصار الاصاله هي التحقق في الخارج، واضح؟ يعني لما تكلم عن الماهيه من حيث هي ما لهاش علاقه بالاصاله، من حيث هي صح ولا لا؟ لكن لما تكلم عن ايه التحقق في الخارج، هتقول لي برضو شوي فهمنا شو التحقق في الخارج. أقول لك كل شيء حقيقة في الخارج، تقول لي بالضبط فلسفياً إيش كله حقيقة في الخارج؟ تكون مبدأً للآثار، مبدأً لأنت إيه؟ يتأثر الشيء ويؤثر. هتقول فهمت الحين، يعني الماء مثلاً لما يتحقق في الخارج بصير إيش؟ بصير يغرق إذا كان كثيراً والله مش صحيح، وبصير بطفي النار، والنار بتحرق القطن والخشب، يعني هذه آثار، وبتنطفي بالماء، أن يفعل وأن ينفعل، مقولات أرسطو العشرة، صح؟ فإذا الشيء كان له حقيقة وهذه الحقيقة هي مبدأ ومنشأ الآثار، بنقول ماذا؟ له أصالة. هتقول لي سهل المسألة هذه، شو ابن زينة وشيرازي بحلك إياها أنا؟ أبتستعجل؟ لا تستعجل. هتقول لي الأصالة، لا انتبه، لا. الأصالة للوجود أو الماهية، الآن بدنا نبسط على الجواب. حين أقول مثلا الآن هكذا الساعة معلقة أمامي 3:10، هتقول خلص يا معلق، خلص بالعجل، الساعة معلقة، يعني الساعة موجودة معلقة، الساعة موجودة معلقة. بقولوا كل ممكن زوج تركيبي، كل ممكن، أنا ممكن، أنت ممكن، العرش، الفرش، الشمس، القمر، الملك، جبريل، ميكائيل، كله ممكن، أنا صحيح، الله وحده واجب وجود، كل ممكن، كل ما عدا الله، يعني كل ما عدا الله زوج تركيبي، يعني مركب بشغلتين، إيش هن؟ زوج تركيبي، ما هي ووجود، ما هي ووجود، أكيد في ما هي وجود. هتقولي ليش يعني ضروري؟ ما انا حدثتكم قبل قليل عن الفينكس، عن العنقاء. العنقاء ما هي؟ الى وجود؟ ملهاش، ملهاش وجود. والحديث عن العنقاء هنا حيكون دائما ايش؟ في اطار ماذا؟ الحمل الذاتي الاولي. اي كلام عن العنقاء، العنقاء هي كذا كذا وتفعل، كل هذا ايش؟ بده يكون بالحمل الذاتي الاولي، لانه ملهاش تحقق في الخارج، واضح؟ ملهاش وجود. اذا كل ممكن زوج تركيبي من ما هي
ووجود. السؤال بعد أن فهمنا الأصالة والتحقق والحقيقة منشأ الآثار، ما أورد الآثار، حتقول لي في الخارج الآن في الذهن، في الذهن عندي مفهومان، مفهوم إيه ساعة ومفهوم إيه موجودة. ساعة ما هي؟ موجودة من الوجود، أنا صحيح، ما هي وجود في الذهن، بس في الخارج يوجد اثنان أو واحد؟ واحد. ما في عندي ماهية الساعة ووجود للساعة، ما في، ما في عندي ساعة موجودة وخلاص، شيء واحد. يعني في الخارج ليس لديك مسميان. وبالله عليكم هذه يعني أصابتني بالكباد، تلاقي محدثين وعلماء وكتاب يقول لك المسمى، هذا المسمى لا نرضى عن التصوف، مش مسمى، اسم. المسمى هو المصداق الخارجي، يعني شغلات بديهية بيغلطوا فيها جننونا، شيء يعني عبث عبث. إذن ليس لدي في الخارج مسميان، لدي مسمى واحد هو هذه الساعة مثلا، أو ليس لدي في الخارج مصداقة، لدي مصداق واحد هي هذه الساعة. واضح؟ السؤال الآن، مدام في الخارج ما في شيء إلا شيء واحد، هذه الشمس، هذه النار، هذا الماء، هذه الساعة، هذا الرجل، تلك المرأة إلى آخره، فالسؤال مين منشأ أو ما هو منشأ الآثار؟ الماهية ولا الوجود؟ الماهية ولا الوجود؟ هذه مسألة إيه الأصالة لمن؟ بالنسبة المسألة فيها أربعة أقوال. الوجود هو الأصيل، الماهية اعتبارية منتزعة منه فقط، العقل ينتزعها. سأوضح هذا برضو، مسألة شوية مش واضحة. اثنين، لا، الماهية هي إيه الأصيل والوجود هو إيه الاعتباري، لا، الاثنان أصيلان ولا اعتباري إيه فيهما أو منهما. أربعة، الاثنان ماذا؟ اعتباريان ولا أصيل. الرابع هذا لم يقل به مجنون، لم يقل به أحد، ما فيش واحد يشوف الجن وقال لك لا أنا بدي أقول الاثنين، إذا اثنين اعتباريان إذا ما في وجود. لا أنت لا شمس لا قمر ولا في شيء، بس في وجودات. إذا اسكت وقعد في بيتك وابدأ من جديد، كلام فارغ، ما في. لم يقل أحد بأن إيه هالاثنين اعتباريان. طب هل هناك من قال بأن الاثنين أصيلان؟ وأيضا هذا مذهب ضعيف وعجيب. إيه، الشيخ أحمد الإحسائي رحمه الله ينسب إليه أنه قال بأصالة الاثنين. والآن من المعاصرين مثل غلام رضا فياضي فيلسوف إيراني معاصر والسيد كمال حيدري نصر هذا القول وشذ عن الجمهور. خلينا بقي القولان الأولان، استحوذ على إيه معظم الفلاسفة والمتكلمين. شيخ الإشراق الشهاب السهروردي المقتول، قتلوا إيه ابن صلاح الدين بأمر أبيه في قلعة حلب، مقتول، مات عمره 34 سنة، فيلسوف عظيم وشيء رهيب، 34 سنة، شاب صغير، شيء مذهل. شيخ الإشراق الشهاب السهروردي قال بأصالة الماهية واعتبارية الوجود. جميل؟ وهذا كان رأي الأكثرين. هتقول ابن سينا الفارابي الناس الكبار متذبذبون، عندهم أقوال تؤكد أصالة الماهية وعندهم أقوال تؤكد أصالة إيه؟ الوجود. الله لم يمشمش المشمشة ولكن أوجدها، هذا القول يعين على أصالة الوجود أو الماهية؟ لا، الماهية، أصالة الماهية. الله لم يمشمش المشمشة، مش اعتبارية، الحقيقة مطلقة. وعنده أقوال أخرى تؤكد أصالة الوجود. ابن سينا الأمر عنده مش واضح، الأمر إيه؟ مش واضح. قال بهذا كما قلت شيخ الإشراق، وتابعه له الأكثرون ومنهم المحقق الداماد أستاذ ملا صدر الشيرازي، وقال به ملا صدر الشيرازي في بدايته ثم عدل عنه ونصر القول الآخر، لا، الأصيل هو الوجود. وهنا بداية استدلالنا على الله عز وجل، وكيف أنه الله أظهر من كل شيء وأوجد من كل موجود وإحنا لسه بنبحث عنه، لا إله إلا الله. من هنا البدايات، من مسألة أصالة الوجود. فقال إيه ملا صدر الشيرازي، الأصالة للوجود والماهية اعتبارية منتزعة، الذهن ينتزعها فقط، مش أكثر من هذا. جميل جدا، هنحاول نتقدم خطوة ونفهم بالضبط كيف. بدي أبدأ لكم بالألطف والأسهل إخواني، أدلة كثيرة طبعا، كثيرة جدا على أصالة الوجود وجوابات عن إيه نظرية أصالة الماهية، وهي جوابات سهلة بإذن الله، لكن نأتي فقط إلى بعض الأدلة بما اتسع له المقام. إحنا قلنا أنه في أثار في الخارج، أليس كذلك؟ في أثار في الخارج، يب يكون الوجود هو المسؤول عنها، يب تكون الماهية هي المسؤولة عنها، ولا مش صحيح؟ واحد يقول لي أنا مع أشتهر ورد يا سيدي، زي اليوم طريقة العرب ما شاء الله، أنا بخالفكم، بخالف، حب بخالف كتبه، مش دارس حاجة، بخالفه، خالف، أنا بخالفك، اسمح لي خالف، خالف، ما في مشكلة يا سيدي، الدليل، ممكن نتعلم، قال لك أنا بشوف الأصالة للماهية، وبالماهية النار تحرق، هقول له جميل، لو كنت متأكدا من هذا، وأنه ماهية النار هي التي تحرق، فسؤالي إليك، ألا يحيط الذهن بالماهية؟ هتقول لي طبعا، الذهن يحيط بالماهية،
إذن كان ينبغي حين فقط تفكر في النار يحترق دماغك وتطير وننتهي منك، ولا مش صحيح؟ وما تقول له إيه؟ طبعاً لو كانت الماهية هي الأصيلة وهي مبدأ الآثار دون الوجود، ما يجي الوجود، هي الماهية، كان معناها استحضار ماهية أي شيء في الذهن سينتج عنه ماذا؟ حضور آثار هذه الماهية التي جعلتها الأصالة. فعلشان هيك أنا مثلاً أفترض إيه؟ كطبيب نفسي جايني أنت دبرست وعندك حالة إيه؟ دبرسون بالألماني، دبرشن يعني اكتئاب. هقول لك خذ 2 ماهية بروزاك على الريق و2 ماهية بروزاك، تعرف البروزاك هذا أشهر دواء طبعاً في العالم، دواء الاكتئاب. لا أخليها حبة يا سيدي بلاش الآثار الجانبية، حبة بروزاك ماهية قبل النوم. هتقول لي أبداً. يعني إيه يا عم اشتغل؟ لا ما تروح لدكتور سمير ولا تكتب ريسيب يعني ريسيبت ولا تعصب وتدفع فلوس، ماهية اقعد اقعد وفكر في ماهية إيه؟ من وين لماهية البروزاك؟ يجيبه في كيمياء عضوية حتشوفه مصور زي الماء تماماً، يعني كيف مصورينه وحتفهم ماهيته. 2 ماهية بروزاك على الريق، و1 ماهية إيه بروزاك إن شاء الله قبل النوم وبتصير فل ومن أحسن ما لا، ولا حضرك واحد انتحر. هتقول لي والله يا صح، معناها أكيد مش الماهية. هاي واحد دليل. دليل ثاني يا إخواني، تكلمنا عن الحمل، لما تكلمنا عن إيه الحمل، زيد قائم، الشمس طالعة، الحبل ممدود إلى آخره، وقلنا في كل حمل لابد من جهة اتحاد ومن جهة افتراق. انتبهوا، جميل، حين نفهم الأمر بكون جميلا جدا. الله جمل أيامنا بالستر دائما وبالحلم والعلم والتقى والقبول من الله وعند الله. يا إخواني، حين تنظر في وجودات وواقعيات العالم حولك، في هذا وهذا وهذا وفي كل الأشياء هذه، وهي أشياء كثيرة في الظاهر، ولا من الصحيح؟ أكيد كثيرة متكثرة، وهذا غير هذا وهذا غير هذا وهذا غير هذا، صحيح. إيش مثار الكثرة؟ الوجود أو الماهية؟ هتقولي واضح إنه الماهية، ما أنت قلت للوجود مشترك ماذا؟ معنوي. وفي الحقيقة زيد موجود والشمس موجودة والسوبر نوفا موجودة، نفس المعنى، الوجود هنا نفس المعنى، بس زيد غير الشمس غير السوبر نوفا. إذا مثار الكثرة والاختلاف في الوجودات والواقعات والواقعيات في الخارج، الوجود أو الماهية؟ هتقولي واضح الماهية، طبعا بماهية الشمس في شمس، ماهية كرسي في كراسي، ماهية كذا، هذه الماهيات هي مثار الكثرة والاختلاف. جميل جدا. هتقول لي إذا لما نعمل أي حمل ونقول زيد قائم، الشمس طالعة أو إلى آخره، حتى الشمس موجودة، أي حمل نحمل فيه ماهية على ماهية، ماهية على ماهية، محمول ماهية على محمول موضوع، جميل جدا، على موضوع ماهية، هتقول لي في هذا الحمل أنت قلت يجب جهة اشتراك ويجب جهة ماذا؟ تغاير واختلاف. اللي يحصل به الاختلاف والتغاير، الماهية الوجود، الماهية. إذن السؤال، ما الذي يحصل به الاتحاد؟ وقبل ما تجاوبه، قبل ما تجاوبه، هذا الاتحاد في الخارج حقيقي ولا مش حقيقي؟ حقيقي. لو ما في اتحاد في قولنا الشمس طالعة، كان لا في شمس ولا طالعة، ولا مش صحيح؟ بس في الحقيقة في شمس فعلا طالعة، الشمس طالعة، النهار مبسوط شعاعه ضياؤه، ولا صحيح؟ فعلا هاي بنشوف قاعدين، النهار مبسوط، احنا مش في الليل. اذا في الخارج في اتحاد حقيقي بين النهار ومبسوطية ايه؟ ظله، بين الشمس وبين طلوعها، بين زيد وبين القيام، بينكم وبين الجلوس، المستمعون جلوس، ولا صحيح؟ على الكراسي او العرض ما في مشكلة، الله يسلم الركب. فهذا كله موجود متحقق في الخارج، متحقق ايه؟ في الخارج. انتبهوا، اذا الاتحاد بين الماهيات هذه حقيقي ولا وهمي؟ حقيقي. مش ممكن تكون الماهية هي مناط ماذا؟ الاتحاد، لأنها مناط ماذا؟ المغايرة والاختلاف. فلم يبقى إلا أن يكون مناط الاتحاد، وجه الاتحاد بين هذه الأشياء، هو شيء له الأصالة، ولا مش صحيح؟ إذن هو الوجود. الله، شيء جميل، تفكير عميق وحلو من أحلى ما يكون، الوجود. إذن الوجود له الأصالة. أخيرا سأختم هذه المسألة المعقدة الكبيرة، فيها مئات الصحائف كتبت، مئات مئات تقرب التوه تغرق، هذا تبسيطه وتكثيفه بإذن الله تبارك وتعالى. أختمها بمثال ضربه أحد يعني دارسي الفلسفة، هو مثال حسن نستعيره منه. أنا طبعا سأتصرف فيه على عادتي. لو افترضنا أن طفلا جاء وبيده محبرة وسكب منها على صحيفة بيضاء، ورقة كرتون بيضاء، سكب هكذا، فنظرنا إيه سبحان الله شكل مستطيل، شكل مستطيل. الآن سؤالي، الذي في الخارج الذي أنتج هذا التميز لهذا الشيء المسكوب من ماذا؟ من بياض الورقة، في صار تميز، وينتهي هذا التميز بماذا؟ بالحدود. هذه الحدود هي التي انتزع منها الذهن شكل ماذا؟ اسمه إيه؟ مستطيل.
طبعا ممكن يكون مثلثا او مربعا او مهوشا او مسدسا او مثمنا، اي شكل من الاشكال، والله صحيح، او لطخه هيك، لطخه، فصافي لطخه عندها حدود، هذه اللطخه او مثلث او مربع الى اخره، الموجود في الخارج حقيقه الان هو المثلث او اللطخه ولا الحبر؟ الحبر، صحيح الحبر، لكن ضروري، لأن هذا الحبر مش واجب وجود، استفرازين مش وجود مطلق، هو وجود محدد، حبر فقط، مثل وجود أنا، الشمس، قمر، هذا كله وجودات محددة عندها حدود، لما وجد، لما سكب على الورقة بلا شك سينتهي إيش إلى حدود، الحدود بحد ذاتها ليست شيئا، المصاري ليست شيء بحد ذاتها اسمه الحدود، ما فيش اسمه الحدود يعني، ما في، إنما يا ماذا ما ينتهي إليه وجود الشيء المحدد، وجود الشيء بعينه انتهى، بالانتهاء هذا طلع لنا شكل ما، فورم ما، نحن اصطلحنا نسميه هندسيا بالشكل ماذا؟ المستطيل إن كان، أو المثلث إن كان الشكل إيه مثلثا. فالآن السؤال، من الأصيل؟ المثلث أم الحبر الأسود؟ هتقول الحبر الأسود، بالضبط هذا الحبر الأسود هو الوجود، المثلث هو الماهية، صح؟ فالماهية اعتبارية، انتزاعية، هذا هو. صدر الدين روح الله روحه في عليين فهم هذا، كتب فيها صحائف كثير جدا جدا ودافع عنه ودفع الإيرادات بطريقة مبتكرة. بعدين تقدم خطوة إلى الأمام، إحنا الحمد لله الحين تقريبا فرغنا من معظم المقدمات التي تلزمنا. قال لك الوجود من حيث هو، كما قلنا هو مفهوم بدهي، لكن من حيث هو هل يلزم واسطة أو سبب آخر لكي يوجد؟ مستحيل، هو الوجود، ولا مش صحيح؟ كل شيء عدا بده واسطة وعلة عشان يلتحق بالوجود، وهو صحيح، يخرج من كتم العدم إلى أنوار الوجود. ممتاز. فإذا الوجود من حيث هو، هو موجود ماذا؟ بذاته، موجود بذاته، الوجود بذاته، الوجود بذاته، مشروط أو مقيد؟ لا مشروط ولا مقيد. طب محدود؟ مش محدود. ناقص؟ مش ناقص. الله، الوجود من حيث هو يعادل اللا مشروطية واللا محدودية والكمال والعظمة والقوة والفعلية، مش شيء ممكن possible، لا والفعلية إلى آخر هذه الأشياء، هو هذا. وهذا الوجود كما قلنا لكم قبلا مشترك معنوي يطلق ككلي بالتشكيك أو بالتواطؤ بالتشكيك. متى؟ حنشوف عاد متى هذا الوجود المطلق، مطلق الكمال والبهاء والجلال والنورية والشدة والفعلية والحضور إلى آخره، وتقريبا هذا معنى حين نفكر في الله، إحنا هو هذا، له مصدر كل شيء، لا إله إلا هو، ومنه كل شيء يأتي. جميل جدا. بتقول لي إنه في مراتب مشككة، صح، المراتب المشككة كلها إلى علاقة بالأعدام، جمع عدم، مش هتكون وجودات ذات المراتب، مش هتكون وجودات كاملة مطلقة، لا، هتكون ناقصة. إذا ذهبت إلى العالم تتأمل فيها كذا، الذي تراه في العالم، هل ترى أنت الوجود المطلق الذي شرحناه؟ أبدا، ترى وجودات محددة وناقصة وتتعارضها أعدام من جهات دون جهات، فترى الشيء في حين ويغيب في أحيان، أنا صحيح، وترى الشيء في ظرف في مكان ثم يزول من هذا المكان، وتراه على حالة ويتغير عنها ويترقى ويتطور ويضمحل إلى آخره. شو كل هذا؟ سبحان الله، عالم محكوم بهذه القوانين، كل هذه الوجوه، أنه يكون ثم لا يكون، يتغير، يتبدل، يضعف، يذنو إلى آخره، كلها أعدام. إيش منشأ هذه الأعدام التي تعتور وتحتوش وتطبع بطابعها الوجودات كلها؟ المعلولية، لأنها معلولة، ليست علة ذاتها، ليست كالوجود نفسه، وجود مطلق موجود بذاته لا بواسطة، كل هذه معلولة لمن أوجدها، لا إله إلا هو. بمجرد أن تكون معلولة هي ستكون ناقصة على النحو الذي أشرنا، ستكون محتوشة بالعدم. يعني بعبارة أخرى، وهي عبارة عرفانية صوفية، الوجود الحقيقي لله أم للوجودات هذه؟ لله. طب وجودات كل هذه الأكوان والمكونات وجودات ظلية وكلها معلولة للعلة الأولى الوحيدة المطلقة الواجبة، الله لا إله
إلا هو، اللي هي كما قلنا هي محض الوجود المطلق بلا نهاية بلا بداية، أول آخر ظاهر باطن، منتهى الشدة منتهى الطلاقة، هو هذا، هذا المفهوم. هتقول لي يا الله ما كلنا نفكر بهذا، ما كنا نفهم، ما كنا نركب هذا، ما كنا. لماذا؟ لأننا للأسف في العمق أشبه بالمجسمة، نبحث عن إله كأحد الوجودات، ولو كان كأحد الوجودات لكان إيش؟ محوطا بالأعدام من كل جهة. صحيح بده الله محدد في مكان معين وله حدود لا لا، هذا ليس الله، ليس كمثله شيء، لا إله إلا هو. كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، تعالى الله عما يقولون وعما يتوهمون ويحسبون ظنون علوا كبيرا لا إله إلا هو.